السلام عليكم. عليكم السلام يا جميل عمر. مش انت صح؟ عمر ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ وحشين جدا والله. عارف بقالي فترة طويلة جدا ما بنزلش اي فيديوهات، بس زي ما انتم شايفين يعني في شوية تغييرات. المهم يعني انا ايه، قلت بقى خلاص هعمل فيديو. فلما جيت اعمل فيديو لقيت شيء ده وطالع بيقول لي السلام عليكم. ما علينا، المهم ان انا رجعت، انا جبت مايك جديد، دي اهم حاجة بجد انا عملتها في القناة. عارف ان فيديوهاتي جودة الصوت زي الزفت، بس فاتمنى ان هو يعمل فرق معايا. طبعا انا مش مشغله دلوقتي، انا قلت مش ينفع ان انا اشغله من غيركم، لازم اشغله معاكم يعني. ف يلا بينا، بس ما نشغل المايك. يعني انا دلوقتي شغال بالمايك القديم بتاعي، ف يعني معرفش الصوت هيبقى حلو ولا وحش، لان هو المايك جاب اخره معايا اساسا. ما هو اساسا يعني انا حظي وحش في المايكات. يعني المايك دوت المفروض ان هو بويا بي ام 1، تمام، جبته طلع جايبهن على سوق، طلع مش الاصلي، طلع حاجه تعبانه. جبت المايك اللي هو البي ام 800 بكارت الصوت الفي 8، تمام، من على سوق برضو، جالي المايك بايظ الحمد لله رجعته. فاشتريت المايك لوحده، بعد كده قعدت مستني بقى ايه فتره تاني على ما جبت بقى ايه اهم قطعه، الفي 8. عمري ما شفت حد بيعمل انبوكسنج بمطر بصراحة. طيب هو ده اللي فيه البيانات بتاعتي وبتاعت المشاهد. هيقع بقى العلبة شكلها، بصوا، فيعني ربنا يسهل. انا لسه مجربتوش على فكره، يعني هي العلبه بصوا عامله ازاي، فواحد يحس ان هو مثلا كان مع حد وبايظ. يا رب يا رب ما يكونش كده، يعني دي هتبقى رابع ولا تالت مره ارجع فيها حاجه متعلقه بالمايك. المهم يا جدعان، اهو كارت الصوت الفي 8، تمام، هركبه دلوقتي واركب الدنيا كلها واوصل الدنيا كلها ونجرب المايك. يعني والله يا جدعان، انا والله قلبي كان حاسس ان كان فيها حاجه غلط، يعني مستحيل الدنيا تمشي معايا كده سالكه، كان فيها حاجه فعلا غلط. فهو كارت الصوت فعلا مش شغال، انا شغلته، ركبت المايك وكارت الصوت وصورت الفيديو وخلصت الفيديو واتفرجت عليه، لقيت الصوت بايظ. قعدت اعمل شويه تجارب بقى وبتاع وكده لحد ما اكتشفت ان كارت الصوت بايظ، فشلته. انا دلوقتي بسجل من المايك على طول من غير اي كارت صوت، فممكن يبقى الصوت واطي شويه. يعني ده اللي انا اعرفه، ان فايده كارت الصوت بيعلي الصوت، بيعزل النويز شويه. انا هحاول اظبط بقى في الايديت بتاع الصوت وكده، وممكن ارجع الكارت خالص بقى لو لقيت ان انا يعني تعديل الصوت بتاعي جاب نتيجه حلوه، ارجع الكارت خالص مش هجيب. المهم خلينا بقى ايه نخش في موضوع الفيديو تاني، ان هو زي ما انتوا قريتوا كده مش عارف هتبقى في الصوره ولا في العنوان لسه، بس هتلاقوا مكتوب مثلا كلمه ايه، عصر التجديد، عصر التطوير، عصر يعني عصر جديد تتعايش فيه الاسود والطباع، نتقدم معا نحو الانتصار. بالظبط كده. بس لا يعني خلونا نتكلم بقى جد شويه. النهارده فعلا هيبقى فيه حاجتين جداد هيحصلوا في القناه غير الفيديوهات بتاعت الجيمنج. اول حاجه انا عامل يعني كام فيديو، طبعا مش هيبقوا كتير، بس عامل كام فيديو هيبقوا بيعلموك ازاي تعمل محتوى جيمنج، حس الريكوردين والمونتاج وكل حاجه. بالظبط. تاني حاجه بقى فكره التحديات بتاعت الضحك، ودي فكره جديده مفيش اي حد غير عملها على اليوتيوب، انا ما شفتش حد خالص عملها، فهي تبقى فكره حصريه جديده جدا على القناه بتاعتي. تقريبا كده خلصنا، خلاص الفيديو مفيش اي جديد، مش هيبقى فيه اي حاجه جديده غير كده بس. فلو انت عجبك الفيديو ما تنساش ان انت تعمل لايك، لو اول مره تتفرج عليا ومهتم بالكلام دوت
فانساش ان انت تشترك بقى بسرعه عشان ما ينفعش ما تبقاش مشترك، ان انت فعلا تستفيد. غير ان انت لو قاعد زهقان هيبقى في فيديوهات ميمز كتير وضحك كتير، فهتقعد نقعد نضحك مع بعض يعني من السنه الجايه. فبس كده ما تنساش ان انت تعمل لايك، تشترك، تفعل زر الجرس، واشوفكم بقى في فيديو جديد يا جدعان. مع السلامه.